الزملاء الصحفيون يوجهون نداء استغاثة لكل العالم أن شمال غزة يجوع، وهذه المرحلة الأشد خطورة الآن على الأهالي منذ بداية هذه الحرب. الوضع مع الجوع، احنا كبقية الشعب الفلسطيني صحفيين وبقية عامة الناس، أكثر من نصف مليون مواطن فلسطيني في المنطقة الشمالية تعرضون للتجويع وللتعطيش بسبب هذه السياسة الإسرائيلية الأمريكية التي تعرضون لها. مواطنين الفلسطينيين في المنطقة الشمالية وإدخال المساعدات إلى المنطقة الشمالية، هنا أكثر من نصف مليون يتعرضون للمجاعة. هؤلاء المواطنين الذين أصروا على البقاء هنا رغم ما تعرض له من أحزمة نارية ومن تدمير ومن قصف ومن تخويف ومن ترهيب، إلى أنهم أصروا على البقاء. والله رسالتنا للعالم أنهم ينتبهوا لغزة بشكل عام، لقطاع غزة بشكل كامل، لشمال غزة بشكل خاص، لأنه المساعدات ما تدخلش. إسرائيل تدعي أنها بتدخل شاحنات مساعدات، ولكن هاي الشاحنات لا شفناها بالعين ولا رصدنا أثرها على الأرض. بالتالي هي ادعاءات كاذبة، وهي كذبة إسرائيلية بأنها تدخل مساعدات. يعني بالتأكيد نحن ندق ناقوس الخطر الذي يضرب مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا هنا في شمال قطاع غزة، بمنعه لإدخال كافة أنواع المساعدات إلى مناطق الشمال، ومنع إدخال المواد التموينية الأساسية مما يضر بالأطفال.